الآن. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ودكتور محمد معيط وزير المالية لمتابعة تطوير وميكنة مصلحة الضرائب. وتناول الاجتماع خطة الحكومة للتحول الرقمي عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية. وفي هذا الإطار وجه الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة والتيسير على المواطنين. ومن جانبه استعرض وزير المالية جهود الدولة للتحول الرقمي والتعاملات غير النقدية. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من دارس المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة. وخلال اللقاء أكد زكي على الاهتمام بمتابعة تطوير وتحديث العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية باعتبارها ساحة للفكر العسكري المتطور الذي يتناسب مع متطلبات العصر ويواكب أحدث النظم التكنولوجية في التدريب والتأهيل، مشيدا بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح للضباط لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات المنطقة. استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره الأردني أيمن الصفدي، وذلك لتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تضمن تأكيد الطرفين على خصوصية العلاقات المصرية الأردنية والرغبة المشتركة للبلدين في دفع مسارات التعاون الثنائي لآفاق أرحب، مضيفا أن الوزيرين تشاورا حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكذا مستجدات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، فضلا عن سبل تدعيم آليات العمل العربي المشترك. أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي أنها قررت تقديم اتفاق جديد لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك كمحاولة للتوصل لأرضية مشتركة مع كافة الأحزاب بعد فشل البرلمان مرات عديدة في التصويت بالموافقة على اتفاق بريكست. وأكدت مي أنها بعد الاستماع لمخاوف كافة الأطياف السياسية وفعل ما باستطاعتها للتعامل معها قررت تقديم اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو العرض الذي وصفته بالجدية لكافة الأحزاب بالبرلمان. ومن أخبارنا الرياضية في هذا الموجز، تأهلت اللاعبتان المصريتان رنيما الوليل ونوران جوهر إلى دور 16 من بطولة علام البريطانية المفتوحة للإسكواش، وحققت الوليل المصنفة الأولى عالميا الفوز في مباراتها بالدور 32 على حساب الإنجليزية جيني دانكاليف بثلاثة أشواط نظيفة، فيما جاء صعود جوهر المصنفة السابعة عالميا إلى ثالث الأدوار بتغلبها على الإنجليزية إيميلي ويلتوك بثلاثة أشواط دون رد.